السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الأحوال؟ نهار جديد، فلوق جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الساعة تشير هنا تقريبا 7 صباحا بتوقيت فنلندا. بما أنني استيقظت باكرا أخذت فطوري وقلت لما لا الذهاب للمشي في الغابة وأمام البحيرة. كنقول لكم كذلك عيد أضحى مبارك سعيد جميع المسلمين والمسلمات في جميع بقاع العالم. الله يحفظنا ويحفظكم من الأمراض، والله يزيل عنا هذه الجائحة شبح كابوس كورونا الذي أرعب العالم بأكمله لمدة تزيد عن 14 اليوم. البارح قريت واحد الخبر ماشي مزيان، يعني واحد الخبر اللي هو سلبي، بأنه تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا بالمغرب. الله يحفظ والله يشافي الجميع. هذا المشكل هذا ديال كورونا خلق مشاكل اقتصادية كبرى، وحتى الإنسان إلا بغى يسافر دابا قال لك سيدي تسافر من فنلندا للمغرب ذهبا وإيابا ب 2500 أورو. هادشي بزاف هذا، وخصك دير تحاليل ديال كوفيد 19 تكون الصلاحية ديالها 48 ساعة. أنا الآن وصلت لواحد المنطقة اللي جد 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 جميلة، كنجي لها جو جد رائع والشمس مشرقة. والطيور تزقزق والخضرة في كل مكان، الحمد لله على نعمة الخالق سبحانه وتعالى. والله نطلبوا من الله سبحانه وتعالى يعني الأمور ترجع إلى مجاريها، لأن هذه الجائحة ديال كورونا خلقت مشاكل كبرى. والله الجو عندنا جد جميل، يمكن عندنا اليوم 18 درجة. بحال اليوم الويكاند هادي بحال مثلا الساعة 8 9 هادي كيجيو الناس لهاد هادي بحال نقولوا جزيرة صغيرة سميتها وترانساريت. الأكثرية يوم السبت والأحد كيجيو هنا الناس، كيجيو من أجل السباحة الصيد، كيقوموا بالشواء، كيجيو يقضيو هنا واحد المدة ديال الوقت وكيرجعوا لديرهم، لأن الجو جد رائع. حتى الإنسان ملي كيجي يتمشى هنايا يعني خصوصا في الصباح الباكر كتحس براسك مزيان فريش، يعني تحس براسك خفيف بحيث كتستنشق واحد الهواء اللي نقي 100% بعيدا عن التلوث والغازات السامة. بالنسبة لفنلندا شنو نقول لكم، فصل الربيع وفصل الصيف يعني جنة الله في أراضيه في ملكه، جمالية الطبيعة. وفي فصل الشتاء شيء آخر، عندما
تبدأ الثلوج بالتساقط ويكون هناك ظلام دامس لمدة طويلة، ممكن 4 أو 5 أشهر، يعني كيتغير لو ستيل دو في يعني في الشتاء على الصيف. الوغ ما غاديش تبقى تشوف البشر بزاف على برا، من غير الا الانسان مشى للعمل ولا الدراسه ولا مشى لشي متجر يعني ولا صيدلية يعني يشري شي حاجه ويرجع للدار. ولكن نقولوا الحمد لله على كل حال. اذا كان الانسان يحس بالقلق والملل، من الاحسن يتمشى شويه يعني في غابه امام واد ولا بحيره باش يكسر داك الملل، الروتين والرتابه، حتى النفسيه كترتاح. ما اجمل الطبيعه. ما أجمل الطبيعة خصوصا في الصباح الباكر. كالا ساري شوفوا هذا المنظر، هذا ديال الماء. هنا عندهم الماء موجود بكثرة بكثرة لحقاش تساقطات ثلجية، يعني في المقابل كاين دول أخرى التي تعاني من نقص أو فقدان المياه يعني الصالحة للشرب إلى غير ذلك. هنا في فنلندا يمكن كاين فايتة 100,000 بحيرة يعني من غير الوديان ومن غير كاين واحد 3 ولا ديال البحار بالنسبة لهلسنكي وتوركو إلى غير ذلك. أنا يعني كنت بوحدي هنايا ولكن راه تبان لي واحد السيدة جاية تمشى مسكينة، جاية دير الرياضة حتى هي، لأن الناس تبغي تمشى في الصباح كيكون الجو مليح. هو منطقة كل جو مليح، الناس كتبغي تمشى على خاطرها. فنلندا راه كاين موجود الكثير اللي ما كيعرفوهاش فين كاينه، راه غير هنا يعني الناس ولات تعرف هذا الاسم. هذا دولة صغيرة، عدد السكان الآن يعني تقريبا 5 مليون، اللغة الرسمية ديالها هي اللغة الفنلندية، وكاين واحد جهة أخرى يعني في الشمال ديال فنلندا، يعني كاين واحد يعني واحد المدن كيهضروا باللغة السويدية. عندها نظام رئاسي، كتقع الدول اللي قريبه لفنلندا، عندك بحال في المنطقه اللي نسكن فيها قريبه لنا روسيا، الجهه اخرى ديال الشمال كاينه السويد وتزيد شويه كاينه النرويج، وكاين الجهه التحتانيه يعني فاش ترجع لهلسنكي كتقدر تاخذ الباطو لاستونيا. بعض المرات الباطو من هلسنكي لاستونيا جوج سوايع، بعض المرات راه ما كيفوتش 20 30 40 الاورو. القطار يعني مثلا في المدينه اللي سكننا هلسنكي غالي على الباطو على الباخره.
كم جميل تأتي إلى الطبيعة في الصباح الباكر من أجل الترويح قليلا عن الناس. منظر جد 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 رائع. مع إشراقة الشمس وجمال الطبيعة أتمنى لكم يوما سعيدا مليئا بالنشاط والحيوية.